قل لك بن سعيد كملنا به نرجعوا به مع كم احتراماتنا ويعطيه الصحة على المدود اللي قدمه وعلى المستوى اللي قدمه وعلى المجهود اللي قدمه وعلى التضحيات اللي قدمها ما نشكوش فيها. لكن هل بالضرورة ناصر أنك أنت شديت آخر مقابلة ترجع تشد المقابلة اللي بعدها حتى كان ما لعبتش مقابلات كبيرة نجم نقيمه من خلالها مستواك كحارس؟ نحكيه بعيدة عن الانتماءات نتاع النوادي. أنا باش أفاجئك بالرغم أني اليوم نحيي بن سعيد باش نبدأ واضح باش نحبش ننظم الراجل لكن. لكن أنا نعتقد أنه دحمان تظلم في الكوب دافريك. أنا قناعتي الشخصية نفس لا 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 مش نفس النقطة مش نفس النقطة مش نفس لا مش نفس النقطة عادل لا لا ما كانش كان, كان بعيد دحمان كان عمل كروازي ورجع لعب تسعة ماتشات في الشامبيونات لعب تسعة مباريات في الشامبيونات لا سمحني خلي تورق اليوم اسمعني كان جاء سمحني يلعب في فريق آخر في العاصمة ولا في نادي سيرسي مش في نادي سيرسي لا لا فما ما في رق فما دي تراديسيون توجدت ما يزم يكون فريق كان من الحارس كان من فريق معين. انا شو نقول خليني انا حر في كلامي شو نقول انا في وقت من الاوقات كنت نحكي والتو نشد في معز حسن من احسن الحراس اللي موجودين في المنتخب ومنذر الكبير هو اللي ضر معز حسن في المنتخب التونسي وخسرنا في حارس كبير بصراحه وانا التو في نفس القناعه راه مانيش باش نحيها على خاطر فما موال سور لو بلان تكنيك اللي تري فالابل الولد مهم برشا صحيح الفتره ما لعبهاش ضرته شويه اما حسب اعتقادي انا الحارس الاولاني نتاع المنتخب التونسي هو ايمن دحمان هو الحارس الاولاني يدافع على نفس المبادئ ونفس الثوابت باعتبار انتمائه للنادي الرياضي سفيرس. لا والله لا عادل انا اقول فيه حتى حتى الناس الكل تكلم عليه وقال عطيني عبد الكوباتيني اكيد مش حكي على بن شريفيه لا 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 هو الحاجه تو باهي ولو انه بن شريفيه انا من الناس اللي نعتبره نجم يكون معناه في المجموعه على الاقل هو هو اكثر واحد يعرف الافريقي واكثر واحد لاعب هو هو عنده بروتوكول هو الحاجه الايجابيه تو الحراس اللي عندنا رجعوا في فورمه اللي ما كانتش قبل موجوده وخاصه يلعبوا تو في دمشق كوب دافريكا ذوما قعدوا زادوا في البالي تشوف معناتها روندمون تاع مجمل بلبولي معز بن شريفيه دحمان وحتى اقل درجه بشير مسعيد.